نبتدي بأول كلمة من العنوان يا مستر هشام، ما المقصود بالصخر؟ طب استاذنك يا محمد بعد اذنك انا اقول لك ايه هو المعدن الاول. اقول ايه المعدن عشان كده برضو بقول لك انا لازم محتاج قوي قوي الباب اللي قبليه. المعدن هو ماده طبيعيه صلبه غير عضويه لها تركيب كيميائي وشكل بلوري. طيب وجيت قلت لك برضو وانا بتكلم في الباب الثاني قلت لك ان الوحده البنائيه للصخر هو المعدن. يبقى الصخر هو ايه؟ برضو ماده صلبه طبيعيه تتكون من عده معادن او معدن واحد. الله يفتح عليك. جميل او كده. يبقى الصخر بمنتهى البساطه جسم طبيعي صلب، اخدتها من كلمه المعدن، لان الصخر بيتكون من معادن، يبقى اكيد اكيد الصخر برضو صلب طبيعي. ممكن بعض الصخور بتتكون من عده معادن واتفقنا عليها في الباب اللي فات، زي الجرانيت بيتكون من ثلاث معادن في الاسبار والمايكرو كوارتز، او في بعض الصخور بتتكون من معدن واحد اخدناها برضو كمثال اللي هو زي الحجر الجيري او الرخام بيتكونوا من معدن الكالسايت. الله يفتح عليك. واحنا بنتكلم مع بعض في بدايه كل باب دايما بناكد على انواع الصخور المختلفه، انواع الصخور يا مستر هشام، وعايزين ناخد نبذه عنهم كده بسرعه. كل شويه بنقول في صخور ناريه ورسوبيه ومتحوله، نمسكهم نوع نوع كده وناخد نبذه عنهم سريعه مع حضرتك. تمام، نبدا بالصخور. نبتدي كده رحلتنا مع بعض. تمام. مع اول نوع من الصخور اللي هو الصخور الناريه. بص يا استاذ محمد، هو الصخور الناريه اول الصخور تكونا في الطبيعه، الارض كلها كانت عباره عن صهير، كلها كانت منصهره تماما، فهو اول الصخور تكونا في الطبيعه نتيجه تبريد الصهير او المجمى، نتيجه تبريد الصهير. الارض كلها كانت منصهره فبدات ايه؟ تبرد 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 فتحولت من صهير الى صخره. فبنقول عليها هو اول الصخور تكونا في الطبيعه، عشان كده بسميها ام الصخور او الصخور الاوليه، اول صخر. الصخور دي تكونت طبعا نتيجه تبريد المجمى. يا ريت بقى ايه حضرتك توريني صفاتها ايه العامه. اكدنا مع بعض ان هي اول صخور تكونت في القشره الارضيه تحولت الى انواع الصخور الاخرى. بناكد مع بعض زي ما مستر هشام قال، تكونت من تبريد وتبلور الماده المنصهره. اول ما بتنخفض درجه حرارتها، وانخفاض الحراره ده نتيجه تغير مكان الصهير، ممكن يتبلور داخل القشره الارضيه داخل الارض وممكن يتبلور على سطحها. مستر هشام، من خصائصها برضو ايه؟ بناكد مع حضرتك على الخصائص اللي جايه دي. بص يا استاذ محمد، اول حاجه من خصائصها ان هي صخور كتليه. يعني ايه كتليه؟ لما يعني هي كتله على بعضها، لما تيجي تبلور كتله على بعضها. هفهم بعد كده ان في صخور طبقيه خدناها في الباب الاول، انما دي كتله على بعضها، كتله كبيره، ولو اتكسرت اتقسمت هتبقى برضو كتل اصغر، بس ما فيهاش كلمه طبقيات، ما فيهاش طبقات خالص، كتليه. دي حاجه. تاني حاجه ان هي متبلره، يعني تحتوي على بلورات، كلها عباره عن بلورات. ايوه الله يفتح عليك. بلورات يعني كلها فيها بلورات اللي احنا خدناها في الباب الثاني. لو دلقت عليها ميه، الرخام اللي عندك في البيت اللي في المطبخ، لو دلقت عليها ميه هتعدي الميه؟ لا مش هتعدي، عشان كده بقول عليها غير مسميه. كلمه غير مسميه ما فيهاش مسام، ما فيهاش ثقوب، ما بتشربش الميه خالص، فبتعدي الميه عليها، غير مسميه. تخيل يا محمد حاجه حديد سايح، رمله سايحه، زلط سايح، ممكن يبقى فيه كائن حي؟ لا تبقي على بقايا اي كائنات حيه بداخلها، عشان كده بنقول ان هي لا تحتوي على اي حفريات. الله يفتح عليك. يبقى ديت ما فيهاش حفريات خالص، وبناكد كده مره تاني ان هي ما فيهاش حفريات. ليه؟ تخيل هي كانت اصلها صهير، هنقول صهير دوت حرارته اكتر من 1200 درجه مئويه، تخيل لو كائن حي جه على صهير زي كده، لا طبعا صعب ان هذا الصهير يبقي على اجزاء وجسم الكائن الحي، يتبخر تماما. لو جينا شفنا من اشهر امثله الصخور الناريه مستر هشام، عندنا اسماء كتيره في الصخور الناريه. يمكن اخذنا قبل كده من اشهر الصخور كان في القشره القاريه، كنا قلنا قبل كده عباره عن صخور مين حضرتك؟ جرانيتيه. القشره المحيطيه، صخور بازلتيه. يعني استاذنا حضرتك يا استاذ محمد، شوف ان بص كل شويه انا وانت بنراجع دول ايه؟ احنا قلناها في الباب الاول، احنا قلناها في الباب الثاني، فيا ريت يا ريت برضو ابنائي يا ريت يبص لنا بصه سريعه على الباب الاول والثاني. برضو من اشهر الصخور اللي موجوده في امريكا وباسم مرتفعات وجبال فيها هامه جدا، اسمها صخر الاندزايت، نسبه لجبال بيطلق عليها اسم جبال الانديز. الله يفتح عليك. النوع الثاني من الصخور يا مستر هشام اللي هو الصخور الرسوبيه.
تمام. عايزين ناكد برضو كده مع بعض على حضرتك كده كيف نشات. طب هو معظم الصخور اللي انا شايفها انا شايفها كده على طول وانا جاي دلوقتي الحلقه هنا ولا بتاع ولا ابنها بيمشي في اي مجال بشوف الصخور الصوبيه. الصخور الصوبيه دي الصخور التي تكونت نتيجه تفتت الصخور القديمه، اي حاجه، صخر، صخر ناري، صخر صوبي، صخر بتاع، اه الله يفتح عليك، ممتاز قوي. تكونت نتيجه تفتت الصخور، بتتفتفت وبتتجمع ديت الصخور ديت في احواض او كده، وبتبدا تتحجر وتتماسك تديني حاجه اسمها الصخور الرسوبيه. اهم مميزاتها بقى لما نقارنها بالناريه، احنا لسه قايلين الناريه من شويه كتليه، يبقى الصخور الرسوبيه بتبقى على شكل ايه يا مستر هشام؟ طبقيه. يبقى الناريه كتليه، الرسوبيه طبقيه. طب يا استاذ انا قلت كلمه طبقيه قبل كده يا محمد عشان من الكراش بقى. قلنا خلي بالكم يا جماعه الصخور الرسوبيه بتتواجد على شكل طبقات او هي طبقيه لاختلاف طبعا حاجات كتيره، وكنا قايلين التركيب الكيميائي والمعدني والمحتوى الحفري وسمك الطبقات والماده اللاحمه الماسكه بين حبيبات الصخر. الله يكرمك. غير ان هي طبقيه الصخور الناريه كانت غير مساميه مستر هشام، الصخور الرسوبيه لا معظمها مساميه، معظمها غالبا مساميه. طيب الصخور الناريه لسه قليل متبلره دي برضه الرسوبيه دي غالبا مش يعني هي مش متبلره عاده، مش متبلره، غير متبلره. الصخور النارية كنا بنقول ما فيهاش حفريات خالص، لكن الرسوبية لا. بص الرسوبية بقى اي كائن ممكن يموت لو حفظ في هذه الصخور ممكن يبقى تباليه بقايا، تبقى موجود بقايا لها بسميها حفريات، فيحتوي على حفريات، غالبا يحتوي على حفريات. وقلنا الكلمة دي كذا مرة برضو في الباب الاول على ان يحتوي على حفريات حفير. من اشهر الصخور النارية لسه قايلين الجرانيت والبازلت والانديزايت، بينما اشهر الصخور الرسوبيه مين يا مستر هشام؟ عندي طبعا الحجر الرملي، الحجر الجيري، الحجر الطيني، دولت اشهر ثلاث انواع. في طبعا زي ما حضرتك قلت لي انواع كتير جدا جدا واسماء كتيره، بس اشهرهم الثلاثه الحجر الرملي، الحجر الجيري، الحجر الطيني. النوع الثالث بقى من الصخور اللي هو الصخور المتحوله بقى. تمام. كيف نشات يا مستر هشام؟ الكلمه دي جديده علينا شويه محمد، اللي هي الصخور المتحوله. اي صخر، اي صخر سواء ناري او رسوبي او كلمه متحول سابقا، اذا تعرض لضغط وحراره شديده في باطن الارض، اذا تعرض لضغط وحراره هيحاول يتلائم مع الظروف الجديده دي فيتحول فيديني صخور متحوله. يديني صخور ايه؟ متحوله. نشوف بقى ايه يعني شروطها او الله يفتح. ناكد برضو كده على خصائصها مع حضرتك. الله يكرمك. احنا قلنا الصخور الناريه كتليه والرسوبيه طبقيه، بينما الصخور المتحوله هي عاده كتليه وفي منها متورقه، وده لفظ جديد هناخده، بس هناخده بالتفصيل بقى ساعتها. متورقه فعلا بتبقى عامله ايه؟ يعني كان ورق زي ما كان ماسك ورق كده، او افكركم بحاجه، فاكرين الصفائحيه المايكا زي ما حضرتك وريتها لنا، كنت بتقول ايه اللي هي انفصام صفائحي. فعلا هتلاقي الصخر الثاني دوت اللي هو المتحول الورقيه، هتلاقي برضو فيه ايه خصائص اللي هو ايه نوع عامل زي الورق فوق بعضه، يبقى هو كتليه او متورقه، ده الصفه العامه بتاعته. قلنا الصخور الناريه متبلره والرسوبيه نادره التبلور، بينما الصخور المتحولة متبلرة. اتكلمنا مع بعض وقلنا خلي بالكم برضو الصخور النارية ما كانش فيها حفريات، الصخور الرسوبية قد تحتوي على حفريات، يعني ممكن يبقى فيها حفريات. وضع الحفريات في الصخور المتحولة ايه يا مستر هشام؟ طب بص، هو الصخور المتحولة انها جاية من صخور قبل كده، فممكن يكون صخر رسوبي وتعرض للضغط والحرارة. بص انت خدته في الاحياء مثلا ان العظمة دي ليها شكل معين، العظمه دي مثلا ليها شكل معين، تخيل العظمه دي تعرضت لضغط شديد جدا في باطن الارض، هتتكسر، هتبقى مثلا هتتبطط. المهم شكلها الفسيولوجي اللي انت خدته في الاحياء مختلف خالص عن الشكل اللي انا ايه الطبيعي بتاعها. فعاده ممكن قد تحتوي على حفريات، بس الحفريات ساعتها هنقول عليها حفريات ايه؟ مشوهه، مش نفس المنظر بتاعها، او مكسره تماما. تمام. أخذنا الصخور النارية كانت غير مسامية، أخذنا الصخور الرسوبية مسامية غالبا، وضع الصخور المتحولة إيه يا مستر هشام؟ غير مسامية، غير مسامية خالص. أخذنا برضو الصخور النارية من أمثلتها الجرانيت، البازلت، الأندزايت،
الرسوبيه اخذنا اكتر ثلاث صخور، الصخور الجيريه والطينيه والرمليه. طب ايه امثله بقى الصخور المتحوله مستر هشام؟ في عندي بقى صخر جديد اسمه غريب شويه، اسمه الشيست المكائي، وعندي صخر الرخام، ده كلمه يعني مشهوره قوي عندنا. فاشهر صخرين الشيست المكائي والرخام. الرخام اتكلمنا كده ابنائنا بناتنا الاعزاء على انواع الصخور الثلاثه، وخدنا نبذه مختصره كده عنهم وانواعهم المختلفه وازاي نشأوا وظروفهم ايه بسرعه كده مع بعض. في عالم